صباح الخير جميعا الأخوة الأفاضل، باسمي وباسم كلية الفنون الجميلة نرحب بأخونا الفاضل الدكتور محمد علي شحالي والدكتورة فاطمة عمران والدكتور سامر الذين تحملوا عناء السفر وجاءوا إلى هذه الكلية وهذه المدينة مدينتهم الثانية، ولا نقول هم ضيوف بل هم أهل الدار وهم أكثر من أخوة وأصدقاء وأعزاء. كما أرحب برئيس يرحب رئيس لجنة المناقشة بالأستاذ الدكتور صباح أحمد أستاذنا الفاضل في الدراسة الأولية ودراسة الماستر، ونرحب بأخونا الدكتور عادل هاشم أخونا وصديقنا من كلية الآداب، وأيضا بالسادة أخواني الدكتور عقيل والدكتور ناصر السماري، وبجميع الموجودين في قاعة المناقشة. واليوم على بركة الله نناقش أطروحة الطالب المجد الطالب الخلوق الأستاذ جعفر لازم، وإن شاء الله اليوم ستكون مناقشة علمية رائعة، وأنت محظوظ حقيقة يا جعفر بهذه اللجنة وبهذه العقول النيرة التي سوف تضيف الكثير على هذا البحث، ونحن كما نقول دائما هنا لكي نظهر هذه الأطروحة بأبهى حلة ولتكون تحمل اسمك واسم المشرف دكتور صباح ودكتور عادل. الباحث جعفر لازم جاسم ولد في محافظة يقار في قضاء الغراف، وهو من مواليد 69، مارس الرسم بعمر مبكر والتحق بكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد عام 87 بعد أن انهى دراسته الإعدادية. حصل على شهادة الماجستير سنة 2016 من رؤوس الاتحادية جامعة موسكو الحكومية، وله أعمال لا زالت قائمة في معرض الكلية الدائم، مقالات منشورة في مجلة الجامعة باللغة الروسية. لديه العديد من الشهادات التقديرية فضلا عن بعض الجوائز الخاصة. يعمل حاليا مدرسا في وزارة التربية لأحد أقسام الفنون التطبيقية المستحدثة حديثا في المدارس الإعدادية في محافظته. عضو جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، عضو نقابة الفنانين العراقيين، واليوم يقدم منجزه العلمي بين أيديكم لينال ملاحظاتكم السديدة والقيمة التي تعزز هذا البحث خطأ. هذا ولكم الشكر. يعنى هذا البحث بدراسة جمالية لاشتغالات البنيوية التكوينية في الأختام الأسطوانية السومرية من مبدأ يقر بالأثر التاريخي والاجتماعي على خصائص الفن السومري وأسبابه وأغراضه، ويجد في نماذج الأختام الأسطوانية وسيلة متميزة لتأمين حالة التواصل الحضاري عبر العصور بحسب ماهيتها وصلاحية خاماتها، إذ تعد نتاجات الفن السومري من أهم الوثائق التاريخية وأصدقها التي أسهمت في تحقيق المعرفة والفهم والتصور الوافي لتاريخ الإنسانية. شمل الفصل الأول من الدراسة الإطار العام للبحث وعرضا لمشكلة البحث وأهميته وأهدافه وحدوده، وقد تلخصت مشكلته في مجموعة من التساؤلات فرضتها مسيرة الفن الموغل في القدم وواقعه وآفاقه الواسعة والمتشعبة. أبرزها التساؤل عن إمكانية إخضاع نتاجات الفن لمعايير التقييم والتحليل والتفسير، وما لعوامل الزمان والمكان وأثر البيئة في خصائص الفن وارتباطه بالمجتمع، حيث تساعد مجمل التفاصيل على فهم الوضع الشمولي لعمل معين. فحدد مشكلة البحث بالتساؤل عن اشتغالات البنيوية التكوينية في الأختام الأسطوانية السومرية. أما أهمية البحث فقد أوجزت هي الأخرى ببعض المفاهيم التي يشير أهمها إلى الدور الرائد والكبير الذي لعبه المجتمع السومري في وضع الأسس الأولى لصرح الحضارة الإنسانية، حين تطرق البحث إلى طبيعة وحجم المنجزات الحضارية التي أبدعها السومريين. كما برزت أهمية البحث أيضا بالمساهمة في رفض الجانب المعرفي المعني بدراسة آثار العراق القديم وأسرار حضارته المتميزة.
لقد تركز هدف البحث في الكشف عن اشتغالات البنيوية التكوينية في الأختام الأسطوانية السومرية لاعتبارات الحصري والكشف العميق للبنيات الغائبة وتباين سمات الأختام الأسطوانية. أما الفصل الثاني فقد خصصت مساحته للإطار النظري للبحث حيث تضمن البحث المبحث الأول عرضا لمفهوم البنية فلسفيا وإلقاء نظرة عامة على البنية والنظرية البنيوية والحاجة إليها باعتبارها منهجا علميا دقيقا يماثل المناهج المتبعة في العلوم الدقيقة ويدرس العلاقات القائمة بين عناصر أجزاء كل بنية. أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى بنية المجتمع السومري وهو عبارة عن موجز لتاريخ حضارة السومريين إذ جرى فيه تتبع الأحداث والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإيجاز يلبي حاجة البحث. وشمل هذا البحث أيضا أهم المرجعيات الفكرية والجمالية للأختام الأسطوانية السومرية، فقد كان الإبداع التشكيلي للفنان السومريين تركيبا واعيا يسيطر عليه ذهنية الفنان المبدع على آلية عمليات التحليل والتركيب لنظم العلاقات في التشكيل مستندة إلى كم وكيف من المرجعيات المعرفية القائمة على الخبرة التجريبية. أما المبحث الثالث فاستعرض البنية التكوينية في الفن العراقي القديم، حيث قام الباحث بالتطرق إلى بنية جملة من الفنون السومرية المختلفة. وتضمن المبحث أيضا استعراضا لأهمية الأختام الأسطوانية ونشأتها وأشكالها واستخدامها وموضوعاتها المختلفة فضلا عن بنيتها التكوينية بشكل مستقل عن باقي الفنون السومرية. وبعد أن تأسست في الفصلين السابقين قاعدة البحث النظرية والفلسفية أصبح ممكنا الشروع في الفصل الثالث بإجراءات البحث التي بيّن فيها الباحث مجتمع بحثه ومبررات اختياره لنماذج والمنهج المتبع في تحليل النماذج وأدوات البحث ثم البدء بتحليل العينة. وأخيرا جاء الفصل الرابع مستعرضا نتائج البحث التي تحقق من خلالها الكشف عن اشتغالات البنيوية التكوينية في الأختام الأسطوانية نوجز أبرزها فيما يأتي. واحد أو أولا استخدام الفنان السومري الأشكال التجريدية التي تكشف عن الحقيقة الداخلية والعميقة في نفسية الإنسان والتي تناسب موضوعاته الفكرية الباطنية والأيديولوجية وتحقق نسبة عالية من الإحساس بالجمال لأنها تثير الأسئلة والتفحص والاستغراب وتتحمل التأويل الذي يلبي حاجة ورغبة المتلقي. استخدام الفنان الأشكال والخطوط المنحنية والمقوسة دلت عن وعي الفنان وإدراكه لجمالية هذه الخطوط والأشكال على حساب الخطوط والأشكال المباشرة البسيطة. ثالثا عند تحليل نماذج الأختام الأسطوانية السومرية تنكشف البنية السيسيولوجية للمجتمع السومري واهتمامه بالمعتقدات والطقوس الدينية التي أخذت حيزا كبيرا من تفكيره وهو من أهم اشتغالات البنيوية التكوينية. رابعا من خلال دمج الفنان السومري لأشكال الواقعية والأشكال الأسطورية الرمزية أشبع العمل بالقيم الجمالية وهو محور اهتمام البنيوية التكوينية وأبرز اشتغالاتها. ومن ثم أشار الباحث إلى بعض التوصيات والمقترحات واختتم البحث بثبت المصادر والمراجع باللغتين العربية والإنجليزية ومن ثم ملاحق البحث وإطار لمجتمع البحث وملخص البحث باللغة الإنجليزية. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتمنى التوفيق. أتمنى جعفر تسع صدرك يعني، وأنا راح أعطي ملاحظات طبعا بكل محبة وإصرار و تقويم هذا البحث. أنا يعني حقيقة يعني وحقيقة يعني هذا البحث جدا يعني معتز به وأتمنى مستقبلا أن يكون كتاب. يعني هنا تصدر تقول يعني الفكر الديني صفحة 55 من الاعتقادات للأقوام السابقة. يعني من هي الأقوام السابقة؟ يعني لو محددها مثلا أو منجمة من هو الأقوام السابقة؟
منهم يعني قبل السومري تقصد مثلا العبيد، مثلا قبل العبيد مثلا يعني حتى نعرف من هم الاقوام حتى ما اعرف يعني هاي راح يعني كمتخصص ربما اول اي يعني على الاقل لازم من الاقوام السابقه زين. وانا مكملت لك على المشكله، اقول لك ابدا اولا يعني بالمفهوم المنهج النقدي البنيوي التكويني، اسس له بالبدايه وبعدها راح للمنطقه اشتغالك اللي انت الاجراءات مالتك اللي هي وين بالفن السومري بالاختام السومريه يكون افضل يعني. فانا هنا أنا كاتبه لك تسلسل منطقه بنيويه تكوينيه، فن عراقي قديم تتحدث بشكل عام لكن مبسط، والفن السومري وبعدها الاختام، لان هاي المشكله مالتك اللي انت دا تبحث من خلال هدفي. راح ارجع على التعريف الاجرائي، اجراءاتي النهائيه من اني ابدا احلل وين ارجع للتعريف الاجرائي، لان انت عرفت لي بالبدايه ترى انا اللي اقصد بيه يا دكتوره فاطمه هذا التعريف. كلمه اشتغالات طبعا تنقلنا البنيويه التكوينيه، بنيويه يعني منهج نقدي معاصر تماما، يشتغل وفق منظومه اجتماعيه معاصره تماما. ربما اذا ينتقل هذا المنهج الى بنيه اجتماعيه في زمن ما يجب عليه أن يقرأ ما هي العلاقات التي يشتغل بها ذلك المجتمع، وتسقط هذه النظرية على ذلك المنجز الفني في ذلك التاريخ. إحنا شنو اللي نوجد عندنا؟ نوجد عندنا صور لبعض الأختام الأسوانية اللي إحنا حسب ما حللناها تاريخيا في الوقت الحالي وفق ما قرأت المؤرخين على أنه هي نصوص تثبت أنه الآلهة وأجسام الآلهة وأبناء الآلهة وحاكمة الدين العفو نصوص أقوى يعني كتابة ليس فقط صوري. أي الصور وكتابة، الكتابة أيضا الكتابة إذا أريد نحللها يعني الكتابة السومرية بس إحنا هذا بحث آخر ما أريد ندخل به، بس هو تحليل علاقة النسق وعلاقة العناصر، يعني من غير الممكن أنت إيجاد تطبيق للفهم الموجود حالي عندنا بمن باللغة اللي نتداولها الآن. لما أجي أكتب عن فنان من تلك العصور أكتب برؤيته في تلك العصور، شنو كان يحكم؟ أيا من المنظومات اللي كانت تحكم، هل هي منظومة دينية، منظومة سياسية، منظومة اقتصادية؟ مثل فترات بأوروبا كانت الكنيسة تحكم، فالقضية اللي كانت حاكمة فيها الكنيسة وجهت الفنانين باتجاه معين. الفترة اللي كانت بها الفنون الإسلامية في الدول الإسلامية كانت الخلافات أو الخلفاء فيما أطلق عليهم كانت هي الحاكمة، نظرية الإسلامية والموجودة. فأنت يجب أن تتكلم بلغة ذلك العصر ومن ثم تطرح رأيك. اكو قضية عندنا ننتقل بك الى صفحة 26، جهد واضح عندك البنيوية التكوينية، الاصول الفلسفية والفكرية لمنهج البنيوية التكوينية. سؤال تنظيمي صاجع، العنوان شنو فائدته؟ عنوان المبحث يبين لي ما هو الشيء الذي سيتناوله الباحث ضمن هذا المبحث، وبالتالي يمثل الخطوط العريضة من المفردات التي وردت فيه والتي ستتوالد منه. جعفر، أولا أهنيك على هذا الجهد الكبير، ويعني أنت محظوظ بأن يكون أستاذنا الدكتور صباح أحمد هو مشرفك، لأن هو أستاذنا جميعا وأغلب الموجودين تخرجوا تحت يد دكتور صباح، وأيضا أخونا الدكتور عادل. مسألة البنيوية التكوينية كنظرية تدرس المنجز وفق تسلسلة وسياق التاريخي، شلون ما أقدر أدرس فقط المجتمع السومري وأقول أنا وصلت لبنية تكوينية، لازم أدرس اللي قبله واللي بعده، أدرس المجتمع السومري والآشوري ها والبابلي حتى أعرف بنية التكوينية العامة لحضارة وادي الرافدين حتى أقدر أحلل. أكيد ملاحظات رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أكثر من رائعة، وأكيد راح يأخذها في محمل الجد ويصحح على ضوءها. أكيد جعفر وقع في إشكال يمكن ذكره دكتور تحرير اللي هو المنهجية. جعفر خريج روسيا فما درس المنهجية اللي معتادين عليه في الماجستير، ولهذا أخفق في صحيح في مجال مناهج البحث العلمي، وهذه يمكن نقطة أنا كنت دائما أذكرها إلى دائما. النقطة الأهم فعلا التعريف الإجرائي مهم، يفترض أن ينحت هذا المصطلح إجرائيا حتى يكون إلى دليل عمل في كتابة هذه الأطروحة.
النقطة الأخرى فيما يتعلق في الدراسة الجمالية، ترفع أو لا ترفع إلى آخره، إحنا دراساتنا كلها دراسات جمالية في الفنون التشكيلية، وأطاريح الدكتوراه كلها دراسات نقدية، فما أتصور هناك ضرر إذا وضعت أو بقيت كتابة الدراسات الجمالية. هذه نقطة. النقطة الأخرى بالنسبة للدراسات السابقة، صحيح مثل ما ذكر الدكتورة فاطمة وبقية المناقشين، أكو دراسات سابقة بس هو كاتب على حد علم الباحث أنه ما حصل، يعني حاول أن يدور بس ما لقى، والآن هو ملزم أن يضيف أي دراسة من الدراسات السابقة مع الأطروحة تتعزز خطى هذه الأطروحة. جت لك جاهزات وبس. النقطة الأخرى اللي أذكرها بيها جانب تاريخي صحيح، ولهذا كان الدكتور عادل مشرف الثاني، لأن البنية التكوينية تعتمد على دراسة مجتمع، ودراسة المجتمع لازم ناخذ من ناحية جغرافية، من ناحية الصناعة، الزراعة، لأن هي هذه محكات راح يسقطها الباحث على تفسير الختم الأسطواني فيما يتعلق بالسومري، ولهذا كانت بصمة دكتور عادل واضحة خاصة في مجال التاريخي. النقطة الأخرى واللي حبيت أذكرها بالنسبة إلى زهير صاحب، زهير صاحب صحيح عنده هواي مؤلفات وهو أقرب للفنون من أي آثار آخر، الآثار الآخر يدرس من وجهة نظر آثارية، بس دكتور زهير صاحب أستاذنا وأستاذ الجميع يدرس من ناحية آثارية وفنية أيضا، ولهذا هو استعان بأكثر مصادر زهير صاحب في هذه الأطروحة. دكتور بس مقاطع، احنا ليس يعني عندنا إشكال على استخدام مصادر دكتور زهير، لا بس متكرر، لكن النصية التكرار صفحات كاملة، نعم تكرار نفس المنطق تكرار. نعم أنا هذا ما لدي من ملاحظات، وأشكر سعة صدوركم وسعة صدر الباحث، وأتمنى له إن شاء الله كتابات مستقبلية ويعزز خطى البحث العلمي. وشكرا سيد رئيس اللجنة. سيد رئيس الجلسة المحترم، الأعضاء الكرام، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة سأتطرق إلى بعض الملاحظات التي تخص الجانب التاريخي أو الأثري، لأني لو تكلمت في قضية الفن و استخدامات الفن سأكون كمن يبيع الماء في حي السقائين. أقول يعني في بادئ الأمر، لدينا في حقل الدراسات الإنسانية مفهوم أو منهج يسمى التكامل المعرفي. التكامل المعرفي كما تعلمون جنابكم أنه التخصصات العلمية الإنسانية يسند بعضها بعضا، فمثلا لدينا نحن في التاريخ أو في دراسة الآثار نستند إلى دراسة اللغات القديمة ودراسة الفنون التشكيلية لتعطي البحث في التخصص الإنساني صورة رصينة أكثر. أنا أرى يعني من المهم الآن أن الدراسات التشكيلية أخذت تنحى هذا المنحى أو تشرك وتسند تخصصات علمية أخرى قريبة متوازية مع الفنون التشكيلية، ولتعطيه يعني صورة أكثر دقة وأكثر جمالية وأكثر رصانة، وهذا ما تمثل في بحث الأخ جعفر. في الحقيقة الملاحظات التي أبداها السادة والأخت الدكتورة فاطمة هي ملاحظات مهمة جدا، وتزيد من رصانة الطروحة وتقوم معوجة من مسارها في ثناياها. لكن الاختلاف في الدراسات الإنسانية أو قيمة الدراسات الإنسانية هي تكمن في الاختلاف، تكمن في اختلاف وجهات النظر. دكتورة فاطمة ترى هذا المنحى، دكتور تحرير يرى هذا المنحى، دكتور ناصر ودكتور محمد ودكتور عقيل يرونها منحى آخر، وهذا هي قيمة الدراسات الإنسانية وقيمة الدراسات الاجتماعية بصورة عامة. فهم مشكورين على ما أبدوه من ملاحظات تعزز رصانة البحث عند الأخ جعفر. أشار أستاذنا الدكتور صباح إلى إشكالية مهمة أنا أيضا لمستها من أول يوم التقيت بالأخ جعفر، وهي أن الأخ جعفر لم يتسق مع المنهج الأكاديمي للجامعات العراقية. يعني الجامعات العراقية لها منهج أكاديمي، طبعا هو
مقتبس من تعليمات وزارية أنه البحث في الأكاديمي في الماجستير والدكتوراه يبنى على 1 2 3 4. هو كان يؤسس أو كان متأسسا أساسا على المنهج الأوروبي المنهج الروسي. يعني لمست فيه هذا الأمر عند سؤاله عن الاقتباس الكوتيشنات، عن أي من الاقتباس، أي من الأقواس أضع هنا وأي من الأقواس أضع هنا، وهذه يعني نلتمس العذر له فيها. وإن شاء الله في الملاحظات التي أبدوها الباحثون، نعم نعم وجهناه، لكن ربما لضيق الوقت لديه أو ربما لسبب أو لآخر وجدنا له عنده هنات في ثنايا البحث. حتى مسألة يعني مسألة اعتماد الباحث على زهير صاحب في صفحات متعددة ربما خير مثال. هو قد يرى أنه هذا الأمر أمر طبيعي، لكن في منهجنا الأكاديمي في الجامعة العراقية لا، هناك يعني هذا يعد بليجرزم، يعني هذا يعد استلال. يعني أشار إليه دكتور محمد، يعني ليس من الصحيح، ليس من الممكن أنه نقتبس أو نأخذ من مصدر ما، هذا شيء بديهي، دون الإشارة إلى هذا المصدر. وليس هناك اقتباس صفحات متعددة دون الإشارة. ربما هذا أيضا تفاوت الأرقام وتفاوت المصادر لديه أوقعه في هذا الإشكال. إذا ما راجع المصادر أو إذا ما راجع النسخ لدى الأساتذة الكرام سيمكن أن يعدل، ويمكن أن تظهر رسالتي أو طروحتي بشكل أفضل. دكتورة فاطمة أشارت إلى قضية مهمة أيضا، أنه استخدامه لمصادر يعني معتمدة على البنيوية أو السيميائية أو تفكيكية أو غيرها من المناهج النقدية أو الفكرية التي يعني جاء بها رولان بارت، ميشيل فوكو، دي سوسير أو غيرهم من النقاد. هذا الاستخدام المصادر يعني يجعل الباحث وربما أغلب الباحثين في الدراسات العليا هم أسارى لي أو أسرى لي لهذا المصدر. فتراه عندما يقتبس من مصدر يعتمد التفكيكية تجد الباحث تفكيكيا، أو يأخذ من السيميائية تجد الباحث سيميائيا. إن شاء الله في قادم الأيام عندما يعني تكتمل صورته كباحث أساسي في الجامعات العراقية تجده أنه شخصية، تجد له شخصية جديدة يتجلى أو يتجرد من الاتكاء على هذا المصدر أو ذلك. أشار الأستاذ الدكتور صباح أنه يجب أن نؤسس لقضية اجتماعية، لقضية تاريخية. هو يدرس المجتمع، كما تعلمون أن الفن والأدب هو مرآة المجتمع، فمن المهم جدا أن يدرس المجتمع وتاريخ المجتمع. طبعا لم أتوغل معه إلى طبقات المجتمع. في المجتمع السومري لدينا يعني حالة فريدة ربما تنفرد بها الحضارة السومرية، أنه طبقات المجتمع تقسم إلى أويلوم أحرار وواردوم بالسومري العبيد. بين الأحرار وبين العبيد لدينا طبقة حرية مقيدة تسمى المشكينو، يعني هاي وردت مسكين يعني وردت في ايضا حتى قانون حمورابي. هاي ينفرد بها المجتمع العراقي. لم نتوغل بها كثيرا ربما لانه قد يتعارض يعني تخصص التشكيلي مع تخصص تاريخي. اشار الدكتور عقيل، يعني حقيقه الدكتور عقيل مطلع جدا على الحضاره السومريه، الى قضيه الالهه وتعدد الالهه والاختلاف. وايضا دكتور محمد اشار الى مساله الاله القومي في الحضاره السومريه. لدينا تعددية آلهة، يعني مجموعة من الآلهة تعبد في 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 المدن السومرية، وهذا طبعا وجدت صورها في الأختام الأسطوانية، وهذا يسمى الشرك أو التعددية، نسميه احنا البوليثيزم. ولدينا تفريد، التفريد هو قريب من التوحيد لكن ليس توحيدا، وهو أنه يخصص إله ما في مدينة معينة عبادته تسود على أو تتسيد الحضارة أو تتسيد المدن السومرية كلها، وما يصل عليه بالإله القومي. أتفق أيضا مع دكتور عقيل جدا في أنه الكتابة أساسا هي كانت صورة، الكتابة المسمارية كانت صورية، اقتبسها المصريون وأبقوها كما هي صورية، يعني الهيروغليفية صورية كما تعلمون. الصورة هي أساس الكتابة، وقبل الصورة هناك مفهوم نحن لدينا في علم الآثار يسمى التوكنز، يعني المفهوم المادي. الصورة قبل أن تكون صورة كانت مادة منحوتة ثم انتقلت إلى صورة. وأيضا مع الدكتور عقيل في قضية قدسية الأرقام، حيث أن كان لكل إله رقم معين، كل إله إلى رقم معين، فأحيانا بالكتابة لا يكتب اسم الإله وإنما يشار إلى رقمه. وهذه في النسخة الجديدة لملحمة قلقامش الجديدة اللي يمكن جنابكم تعرفون سامعين بها، حلم قلقامش الأخير الذي استعيد من الولايات المتحدة،
أنه الآلهة تذكر باسم بأرقامها وليس بأسمائها. طبعا قراءتنا نحن للختم السومري الأسطواني ليس يعني كتاريخ وآثار، ليست قراءة الفنون رحيم. الجميلة محضر مناقشة رسالة أطروحة الدكتوراه كلية الفنون الجميلة قسم الفنون التشكيلية. قامت اللجنة المكلفة بموجب الأمر الجامعي للعدد 7/18/1096 والمؤرخ في 10/14/2022 والمؤلف من السادة المدرجة أسماءهم الأستاذ الدكتور تحرير علي حسين فنون تشكيلية جامعة البصرة رئيسا، الأستاذ الدكتور محمد علي شحالي فنون تشكيلية جامعة بابل عضوا، الأستاذ الدكتور فاطمة عمران راجي تربية تشكيلية جامعة بابل عضوا، الأستاذ المساعد الدكتور عقيل صالح فيصل فنون تشكيلية جامعة البصرة عضوا، الأستاذ المساعد الدكتور ناصر اسماري جعفر فنون تشكيلية جامعة البصرة عضوا، والأستاذ الدكتور صباح أحمد حسين فخار جامعة البصرة عضوا ومشرفا، والأستاذ الدكتور عادل هاشم علي تاريخ قديم كلية الآداب البصرة عضوا ومشرفا. حول مناقشة طالب الدراسات العليا جعفر لازم جاسم حول أطروحته الموسومة اشتغالات البنيوية التكوينية في الأختام الأسطوانية السومرية في يوم الخميس الموافق 12/5/2022 واستنادا إلى الفقرة خامسا من المادة 32 من تعليمات الدراسات العليا وفي ضوء قابلية الطالب في طرح موضوع رسالته واستيعابه ودفاعه عنها اتخذت اللجنة التوصيات التالية: قبول الرسالة بعد إجراء بعض التعديلات والمثبتة طيا وبتقدير جيد جدا. ألف مبروك.